السلام عليكم أصدقائي. الحصول على الإنترنت عن طريق البيب خدمة سبرايس نقطة، هاي الطريقة تحتاج روت حتى نشتغل فيها، ومعظم الأجهزة فيها روت، يعني هذا الأمر كتير جيد ما في عليه مشاكل. هذا هو البيب مع الخدمات سبرايس نقطة. هي عنا هون الهدايا ما كون شايفين، من هون بنحسن نتحرك وناخد الهدايا. عم بصير التنقل من دون أي مشاكل. إذا طلعنا هيك بهذا الشكل ما أعطانا الخريطة، بنعطيه رجوع مرة تانية، هيك لازم يزبط. تمام، هسا بده كمان هيك لازم يكون هون. تمام، ناخذ الهدية. وهي أصدقاء أخذنا هدية ما كون شايفين، هون أعطونا أول شي غلط، بدلنا الهدية على غير مكان، هون وصلت بشكل نظامي. أصدقاء اللي عنده رود يشتغل بهذه الطريقة من دون مشاكل، من دون حذر، من دون أي مشكلة. يلي ما عنده روت يبعث لي رقمه على التليجرام، وإذا أنا عندي فضى أو وقت بفعل له الإنترنت. بنفس الوقت في عنا تطبيق كمان شحن رصيد حكينا عنه سابقا، هذا هو التطبيق. هي هون سحبنا منه 500 ليرة. طيب كيف الشغل عليه هذا؟ بس من مشاهدة الفيديوهات، دخلنا على الرابط، حولنا على المتصفح بهذا الشكل، اسمه كواي، التطبيق شبيه بالتيك توك. ضغطنا لهون، اتحمل معنا وصار عنا بالسوكو بلاي. بعد ما انت حملته لتطبيق من السوكو بلاي، بعد ما دخلنا على الرابط وخدنا على السوكو بلاي وحملنا، بنعطي هون متابعة من خلال جوجل، أفضل شي مشان تجيك المكافأة، مشان تجيك المكافأة. أصدقائي التطبيق عبارة عن مشاهدة فيديوهات، وعندنا هاي الدائرة كل ما شاهدنا فيديوهات كل ما دارت أكتر، كلمة أعطانا جواهر. إذا هلا ضغطنا عليها على الدائرة بياخدني على المجوهرات، على المجوهرات والليرات. أنا معي هون 10 ليرات، هون المجوهرات. كل ما شاهدنا فيديوهات أكتر كل ما أعطانا مجوهرات وحولناهم إلى الليرات.
حكينا سابقا بهذا الأمر، كيف التحويل، بتحولون على الليرات، وكيف الشحن الرصيد بهذا المكان. حكينا عن هذا الأمر بفيديو سابق.